السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد أيها الأحبة الكرام، تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا الليلة احتفاء بهذا الشهر الفضيل، نريد أن نضع على مسامعكم تذكرة بأهم الأحكام الشرعية المرتبطة بفقه الصيام. نحن نصوم رمضان، وحري بنا أن نتفقه في الدين ونعلم أحكام الشريعة الإسلامية فيما يخص الصيام، خصوصا الآداب التي ينبغي أن نراعيها في الصوم، وكذلك نذكر بمن يجب عليه الصيام وأحكام الأطفال الصغار والبنات الصغيرات. ثم الإنسان الذي عنده عذر شرعي وله أن يفطر في رمضان، وإذا أفطر ماذا عليه من أحكام، وكذلك قضايا أخرى متعددة لها ارتباط بالصيام، كالذي مات وعليه صيام ماذا عليه أن يفعل، ماذا يفعل أهله وورثته، وغير ذلك من الأحكام الشرعية. سوف نعطي جملة لبيان بعض الأحكام، ثم نفتح خطوطنا الهاتفية لنتلقى أسئلتكم ونجيب عنها بإذن الله. أهم ما يتعلق بأحكام فقه الصيام، علينا أن نستحضر دوما الأصل في وجوب صيام رمضان. الأصل هو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لماذا نقول هذا الأصل؟ لأن الأحكام الشرعية لابغينا نعرفوا واش هي مشروعة أم لا، كنفتشوا في كتاب الله ثم في سنة رسول الله، كيكون الأصل إما في كتاب الله وإما في السنة المطهرة أو هما معا. ففي القرآن العظيم تواجهنا هذه الآية، هذا النداء الإلهي للمؤمنين الذين حملوا شارة الإيمان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، بمعنى فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين قبلكم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبين فرائض الدين كان يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. فالأصل في مشروعية الصيام هو القرآن العظيم والسنة المطهرة. هذا الصيام معناه إمساك عن الأكل والشرب وما في حكمهما منذ طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يعني مدة قصيرة جدا. هذا أسهل صيام في تاريخ البشرية، لأن الأديان السابقة كما كتب على الذين من قبلكم كان صيامهم صعب. هناك أقوام وديانات يصومون على مدى 24 ساعة، وهناك الصيام الأربعيني 40 يوم، والصيام الخمسيني 50 يوم عند أمم سابقة. أما نحن أمة لا إله إلا الله، ربنا سهل ويسر وجعل ذلك في متناول المؤمن. إذا صمنا بإذن الله تعالى، ماذا علينا يستحب أن نفعل؟ أولا أننا نعجل الفطر. إذا سمعنا المؤذن أو رأينا غروب الشمس، من السنة أننا نعجل الفطر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. الإنسان ما يبقاش يسمع الأذان ويمشي يقضي أغراض أخرى وينشغل بأشياء أخرى، خصو من السنة تعجيل الفطر. وكيف نفطر؟
الفطور النبوي الشريف أنه كان يستحب أن نفطر على تمر أو على رطبات، وإذا لم يكن حس حسوات من ماء هذا أحسن إفطار. كان أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حس حسوات من ماء. ملي غنسمعوا المؤذن كيودن لابد أننا نعيد ما يقول، اللي قالوا المؤذن قلوا بحاله ونديروا الدعاء المأثور اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره، ثم كنتناولوا تمرات ثم نحسو حسوات من الماء، وكنقولوا اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ثم غنوض نصلي. هنا العلماء ديال التغذية كيقول لك من المستحب أن نقسم فطورنا إلى مرحلتين، المرحلة الأولى كيكون فيها التمر زائد الماء، وكنبقى خمس دقائق، هاد خمس دقائق هي اللي غنصلي فيها، أو عشر دقائق إلا مشيت للجامع، خطوات كلها خير. هذيك اللحظة الجسم ديالنا كيستقبل السكري ديال التمر، وكيستقبل السائل ديال الماء، وكيبدي يوزع على الدورة الدموية، والمعدة كتبقى تستعد أنها تستقبل طعاما، والتمر هو الأساس. لم يقل النبي الكريم التمر لأنه فقط متوفر في الجزيرة العربية، لا، لأنه هو المادة المركزة المغذية أحسن من أي طعام آخر، حتى ولو كنت في أوروبا أو أمريكا أو أسيا لابد أن تفطر من السنة على تمر. ثم بعد ذلك يقوم الإنسان للصلاة خمس دقائق وكيعود المائدة ديالو باش يأكل خطر مما آتاه الله. ربنا قال لنا كلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذه القاعدة العامة في الطعام، أحسن قاعدة ذهبية طبية هي هذه، قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، كل مما شئت، اللي خلق الله زينة، أي طعام خلق الله تعالى في منفعة، ولكن بشرط واحد أنك لا تسرف في الطعام، أنك تقوم على الطعام وأنت لازلت تشتهيه. ثم بعد أن تنتهي من الإفطار كتقول الدعاء ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هنا الحمد لله غتنتفع بالطعام ديالك، طعامك سيتحول إلى دواء، سيتحول إلى علاج، غتلاحظ بأن السكري وضغط الدم وجميع الأمور في جسمك غتاخد توازن ديالها، لأن الصيام هو دواء، صوموا تصحوا. ثم لما نفطر كنفطروا مع العائلة، داك التجمع العائلي، حنا الحمد لله في رمضان كنستافدوا حصتين ديال التجمعات العائلية، عند الإفطار وعند السحور كنجتمعوا بعضياتنا، وكتوطد العلاقة ديال الأسرة، وكتكون الابتسامة، وكتكون المحبة، وكتكون المودة، دين ودنيا. ولما ننتهي من الإفطار أنذاك نتوجه إلى صلاة التراويح، وهذا العمل، هذا المشي عقب الطعام مفيد جدا، كيخلي الدورة الدموية، وكيخلي العضلات على الجسم، وكيخلي جميع الأعضاء ديال الجسم كتشتغل. وكنمشي للصلاة، والصلاة طويلة ديال التراويح كما رأيناها الآن، وفي الصلاة هناك ركوع وهناك سجود وهناك قيام، يعني شد للمعدة وإرخاء لها ولبقية العضلات، رياضة مفيدة بعد الإفطار. فمن السنة تعجيل الفطر ثم تأخير السحور، من السنة تأخير السحور، يعني حبدا لو تسحرنا في آخر الليل، آخر الليل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول تسحروا فإن في السحور بركة، ولو بالقليل، كتسحر باش يعجق ولو قليلة باش تبقى شاد القوة باش تفيق في الصباح الباكر عاوتاني وتمشي للعمل ديالك، لأن رمضان ليس شهر الكسل ولا شهر النوم، وإنما هو شهر العمل وشهر البذل وشهر العطاء، بل هو شهر الانتصارات. لاحظنا بأن المعارك الكبرى في الفتوحات الإسلامية تمت في شهر رمضان، ومن أبرزها غزوة بدر الكبرى، هذه فيها دلالة على أن الإنسان عليه ألا يحدث نفسه بالعجز، عليه أن يحفز نفسه على العمل وهو صائم.
لا ننسى أيها الأحباب الكرام أننا ندعو الله تعالى ونحن نتناول وجبة الإفطار، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ثلاث لا ترد دعوتهم، منهم الصائم حتى يفطر. مع الإفطار ندعو، قال صلى الله عليه وسلم: إن للصائم دعوة عند فطره ما ترد. داكشي اللي في قلبك، داكشي اللي في النية ديالك عند الأذان قبل ما تدير ديك التمرة أو الجرعة ديال الماء في فمك، رفع أكف الضراعة إلى السماء وقل: يا ربي إني أريد كذا وكذا، إني ضعيف فقوني، وإني فقير فاغنني، وإني ضال فاهدني، وإنني جاهل فعلمني، وإنني وحيد فاجمع شملي. وهكذا ربك عز وجل يعطيك ما تريد. إن للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة لا ترد. وعلينا أيها الأحباب الكرام أن نقتنصها. والصحابة رضي الله عنهم كان كل واحد عنده دعوة، من بينهم كان ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان يقول عند إفطاره دوما: يا واسع المغفرة اغفر لي، يا واسع المغفرة اغفر لي. رغم أنه كان شاب يعني لم يقع في خطايا ولا ذنوب، ولكن كان يحب المغفرة. يا واسع المغفرة اغفر لي، ودي أعظم دعوة، لأن ربك إذا غفر لك في الدنيا كنت من أهله وخاصته. ما يتعلق بأحكام الشريعة في فقه الصيام هي كثيرة جدا، من بينها قد نتساءل: هذا الصيام على من يجب؟ شكون اللي خصو يصوم؟ غادي يصوم كل واحد اللي هو أولا تكون عنده العقيدة المسلمة، اللي هو عنده عقيدة إسلامية. اللي هو عنده غير عقيدة إسلامية هذا لا يصوم، وحتى إذا أسلم لا يطالب بقضائه. واحد الإنسان يلا أسلم 40 عام هو على دين آخر، إما مسيحي أو يهودي أو لا ديني، ولكن ربي عز وجل هداه، فحينما يسلم لا يطالب بقضاء الأيام والسنوات الماضية. لماذا؟ لأن ربي قال لنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. يا هذا الضمير على من يعود؟ على المسلم. ربي هناك يخاطب المسلمين: يا أيها الذين آمنوا. أما غير المؤمنين هما غير مطالبين بفروع الشريعة. ثم هذا الصيام هو كي يوجب على المسلم يكون بالغ، يعني أن لك صغير قبل حصول البلوغ هذا ما معلي الصيام. والعلامات دي البلوغ هو بالنسبة للولد أنه إنبت الشعر. الولد الصغير عنده 12 عام 13 عام كنلاحظوا بأن عنده إنبت الشعر في الإبط دياله في العانة دياله، هذه علامة على أنه بلغ، أو أنه نزل منه الماء، ماء المني بشهوة، هذا يدل على أنه هذا الصغير بدأ يبلغ مبلغ الرجال خاصو يصوم. قد يكون 12 عام 13 عام. والبنات كيصوموا قبل، كاين البنات اللي كيصوموا على 9 سنين على 10 سنين، لأن البنت دمها سخون. والعلامة ديالها كذلك وهو وقوع الحيض، البنية كتشعر بالحيض، فاللي كان ما فيش هذه العلامات لا يصوم، لأن الطفل الصغير قال عنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث منهم، عن الصغير حتى يبلغ. ثم كذلك خاص يكون مسلم وبالغ وعاقل، خاص يكون عاقل عنده العقل. إذا كان شي واحد لا قدر الله مجنون أو كان معتوه أو كان مخرف، هذا ما مكلف، غير مكلف، لأن مناط التكليف هو العقل، خاص يكون إنسان عاقل وكيفهم وكيميز. أما إذا وقع له جنون أو خرف هذا لا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث منهم، عن المجنون حتى يعقل. ثم يكون مسلم وبالغ وعاقل ويكون قادر، لأن غير القادر لا يصوم، غير القادر هو العاجز، هذا معلي الصيام. وهذا العجز قد يكون طارئ، إنسان ربما كان صحيح، كان بخير وعلى خير، واحد اللحظة وقعت لي حادثة أو وقع لي شي واقع من المواقع وصار غير قادر عاجز، هذا غادي يفطر، ولكن
سوف يقضي بعد أن يتجاوز هذا العجز الطارئ. أما اللي عنده عجز دائم، عجز دائم يعني مريض مرض مزمن، ولا هو كبير السن، امرأة كبيرة أو رجل عجوز أو شيخ كبير، هذا ما عليه، هذا عجز دائم، هذا فقط سوف يفدي عن كل يوم يفدي. الأطفال الصغار ملي كيبغيو يصوموا هو في الأصل خصنا نعلمو، نتعودو نعلمو وليداتنا الصيام ونعلموهم الصلاة، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. الصلاة هي ركن أساس من أركان الدين. كنبداو نعلموا الأطفال الصغار ديالنا الصبية، نعلمهم الصلاة أولا على سبع سنين بالكلمة الطيبة، ونحرصوا على التقليد، التقليد أن يقلدوننا في الصلاة. كنعلموهم خطوة خطوة ثلاث سنوات لسبعين حتى لعشر سنين. عشر سنين هنا كنبدا نتعلم مع الأولاد الصغار، ماشي بالتقليد كنبدا نتعلم معهم، نتعامل معهم شوية الخشونة، لأن الإنسان خصو شوية الشدة باش يفيق، باش يكون محفز. واضربوهم عليها لعشرين. وكان الصحابة رضي الله عنهم كيعلموا وليداتهم الصيام والصلاة، واللي كان مقدرش كيعطوه اللعاب يتلهى بها، كيبقى يلعب بها حتى يقدر أنه يبدا يصوم ويصلي. هذه لابد من النشأة، هذه كتسمى النشأة الإسلامية. وكناخذ وليداتي معايا للتجمعات، واحد التجمع ديال أهل القرآن، أمسية قرآنية، صبحية قرآنية، جلسة إيمانية. كناخذ معايا الوليدات، أنا كنفرح كثير ملي كنلقى في الشارع غادي واحد الأسرة، غادي الزوج والزوجة وليداتهم، غادي للجامع، ولا غادي للمركب الثقافي، ولا غادي لواحد التجمع ديني. يعني كتحس بأن الأسرة كتربى على هاد القيم، راها مهمة للغاية، لأن الأسرة اللي فيها هاد الصفات غادي تكون في مأمن عن المصائب اللي كتسننا بعد المراهقة. الأولاد راه كيتصابوا بجنون، كيتصابوا بحمق، كيتصابوا بفوران عاطفي، كتجيهم مراهقة قوية، كاين اللي كيدخل لك الفيلم ديال العشق والهيام ويدير لك مصائب، وكاين اللي كيدخل المخدرات، لكن إذا ربيناهم من الأول على هاد الأسرة، الأم والأب كيمشوا للمساجد، كيمشوا للأذكار، كيمشوا للتجمعات الدينية، كتصبح عندنا أسرة محترمة، وأسرة يعني في أمان، كتنشأ في نشأة إسلامية ربانية. الناس اللي هما لهم أن يفطروا في رمضان، لأن ماشي كلشي كيصوم، كاين واحد الفئة الله سبحانه وتعالى دار لهم العذر وقال لهم أنهم ما يصوموش. يعني الإسلام مبني على اليسر وعلى عدم الشدة. فالناس اللي ربي سهل لهم ما يصوموش، كل من كان عنده المرض اللي هو مريض، هذا المرض أنه ربنا قال لنا فمن كان منكم مريضا ومن كان مريضا، هذا خصو لابد أنه يفطر. لكن المرض مرض حقيقي، اللي عنده مثلا جرح في الأصبع وما كيتسماش مرض، اللي عنده الزكام ولا عنده السخانة هذا لا يسمى مرض، اللي عنده وجع في الضرس أو في السنان لا يسمى مرض، هذا ألم وغادي يدوز. لكن المرض هو مرض حقيقي اللي الإنسان ما يقدرش يصوم معه. ديك الساعة ربي عز وجل قال لي لك أن تفطر، الله رحيم. كذلك اللي هو كيسافر، المسافر سفر اللي هو سفر مباح أو سفر طاعة، كاين اللي غادي يسافر سفر طاعة يصل الرحيم، أو غادي يمشي لشي مكان فيه شي مسجد أو شي مركز ديال العلم، هذا سفر طاعة عنده الأجر والثواب. ولا كان سفر مباح يعني للسياحة ولا للتجارة كله مباح. إلى الإنسان قطع أكثر من 80 كيلومتر ثم شعر بالتعب وهو مسافر له أن يفطر، ربنا أعطى هذا الرخصة. قال إن الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يعني في الغالب قالوا العلماء يشعر بالسفر بالمشقة، عنده مشقة زائدة له أن يفطر، خصوصا أيام زمان كان الناس كيسافروا على الدواب وكانت الحرارة مفرطة وكيكون العطش. حنا اليوم الحمد لله عندنا سيارات مكيفة، عندنا
التسهيلات كثيره، ولكن كاين اللي كيسافر واحد السفر طويل وصدف واحد اليوم اللي هو مشمس وحار كيعاني الى ما قدرش يصوم، الله تعالى عطى هذه الرخصه، قال لي فعده من ايام اخر، يعني كيفطر اليوم ويعاود يردك اليوم في بعد رمضان ان شاء الله تعالى. ايضا من الذين لهم ان يفطروا في رمضان المراه الحائض. المراه الحائض الحيض هو دم طبيعي، ربي كتبوا على بنات حواء عنه في اوقات معلومه، ملي كتجي دم الحيض معناه ان المراه لا تصوم. علاش؟ لان ذاك الدم كيخرج منها كيستنزف لها الطاقه، كيستنزف لها القوه، والله تعالى رحيم بالعباد. وزيد على المراه الحائض المراه النفساء، المراه اللي كتوضع المولود وكيبغى يخرج منها الدم بسبب الولاده، حتى هذه ايضا كتألم وكيستنزف الطاقه ديالها. الله سبحانه وتعالى قال لهم فعده من ايام اخرى. وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاه، المراه الحائض والمراه النفساء تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه. لماذا؟ لان الصلاه مقدسه، ان الصلاه كانت على المؤمن كتابا موقوتا، الصلاه نفت وقتها ما بقات تعاود ترجع، ولكن الصيام حتى كيكون غير مره كنحاولوا اننا نقضي باذن الله تعالى. وكذلك المراه اذا كانت حامل ولا كانت مرضع، المراه اللي كانت مرضع واحد السؤال اللي تعرضت ليه السي كيقول لك مراتي كترضع، واش الا رضعت في نهار رمضان غتكون فطرات؟ لا لا علاقه بالافطار، المولود كيرضع في الام ديالو الصيام هو صحيح، لان داك طعامه، هذه ماشي علاقه عاطفيه جنسيه، هذه علاقه ديال الحياه. ربي عز وجل ملي كيولد المولود يفجر له عرقا في ثدي امه، في الثدي الاولى في طعام، والثدي الثانيه في شراب، في الصيف يكون باردا وفي الشتاء يكون دافئا، هذه كرامه الرحمن. ربي كيعلمنا بان الرزق مضمون. الناس كيتخاصموا على الرزق، كيبقى يفكر امتى رزقي غيتقطع، ورزقك مضمون. شوف لما كنت راضيا الله تعالى جاب لك الطعام من ثدي امك بلا تعب ولا مشقه، وحتى الام ما كتشري ما كتنفق، يعني كتجلس وكيفيض عليها الحليب، حتى ان بعض النساء اذا ما رضعتش هي كتشعر بالالم في ثديها. فالمراه الى قدرت انها ترضع وشعرت بالصحه والعافيه وولدها مزيان تصوم، لكنها اذا شعرت بان هذا الصيام كيجيب لها السخفه والعياء، وان اللبن في ثديها قل والرضيع غادي يبقى ما ياكلش، هنا اباح لها الشارع الاسلامي انها تفطر من اجل رضيعها. كذلك شبيه بها المراه الحامل، المراه اللي كانت حامله وقادره تصوم ما شعرت لا بتعب ولا بمشقه لها ان تصوم، لكن في الغالب المراه الحامل كتكون سخفانه، ما عندهاش القدره فاش تتحرك، كتفيق في الصباح الباكر كتشعر بالجفاف في حلقها، وكتشعر بان ضربات نبضات القلب ضعيفه، وكتشعر بان القوه ديالها هزيله، خصها تاكل. لماذا؟ لان الحمل اللي عندها في بطنها ياكل منها وياكل معها. فربي عز وجل الرحمن الرحيم اباح للمراه الحامل والمراه المرضع انهما يفطران في رمضان، وبعد ذلك ان شاء الله قال لنا دوما فعده من ايام اخر، يعني ماشي الفديه خاصها القضاء. الفديه لمن كتكون؟ الفديه كتكون عن العاجز عن الصيام لكبار او لمرض لا يرجى برؤه، هذو هما اللي عندهم الفديه. انسان مثلا عنده واحد المرض خبيث الله يسترنا ويستركم، عنده مثلا السكري طالع بزاف او التونسيون طالع بزاف وما صعيب باش يرجع، او عنده سرطان والعياذ بالله، او عنده مرض الكلى او غيرها من الامراض، هذا مرض لا يرجى برؤه ولا حتى بغى يبرد سنين. وكذلك لكبارين، انسان صار فات 60 70 ولا الله يرحم ضعفنا، حنا كنبداو ضعاف وكنتهاو بالضعف، اذا كان كبير السن وعاجز عن الصيام هذا كيفطر، هذا هما اللي عليهم الفديه، العاجز لكبارين او لمرض لا يرجى برؤه، هذا اللي قال فيهم الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.
يعني يطيقونه بمشقة زائدة، راه يقدر يصوم. كاين بعض الناس كبار كيقول لك انا باغي نصوم، هو يقدر يصوم ولكنه بمشقة زائدة. ملي كيصوم ربما الطبيب كيقول لي راه كتهدد الأعضاء الأخرى في الجسد، راه ربما كيتأذى لك الكلي، كيتأذى لك البصر، كيتأذى لك كذا، فكيقول لي من الأفضل أن تفطر. أيضا من أحكام الصيام في رمضان، كان كيتسألوا الناس كثير على اللي مات لا قدر الله، مات وعليه صيام، ماذا عليه أن يفعل؟ هنا العلماء قالوا بأن الإنسان يصوم عليه الورثة ديالو، الورثة ديالو كيصوموا عليه، أو يفدون عنه، يفدون عنه فدية، وغادي يكون إن شاء الله تعالى العمل صحيح بإذن الله. هؤلاء كلهم أفطروا، لماذا؟ لأنه عندهم عذر شرعي، ربي سبحانه وتعالى اللهم ارحم ضعفنا كيراعي الصحة ديال الإنسان، كيراعي القوة ديالو، وجاب لنا رمضان ليس للمشقة وإنما جاء به للعبادة، وجاء به لتنظيف الجسد، ولكن أصحاب الأعذار الشرعية قلم الله تعالى أنهم يفطروا ومن بعد يقضيوا بعد رمضان، واللي ما يقدرش يصوم نهائيا يفدي، يطعموا مسكين عن كل يوم. كاين قضية ثانية وهي اللي فطر وهو ليس من أصحاب الأعذار الشرعية. كاين واحد الناس فطروا في رمضان ربما أشقل له راسه، هذا عليه أحكام أخرى. الإنسان الذي أفطر بلا مرضين ولا سفرين عليه أحكام أخرى، ماذا عليه أن يفعل؟ عليه أولا عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر أطعم 60 مسكينة. هذه الكفارة لمن أفطر في رمضان عمدا. شو واحد ربما قال له راسو أجي نفطر، إما شرب الماء، وإما أكل الطعام، وإما جامع زوجته، أو غير ذلك من الأمور. كاين شباب كيوقع عليهم هكذا، وكاين شباب اللي عندهم بعض الجمعيات الحقوقية كيقول لك كل واحد هو حر في راسو، حرية فردية، لكن من بعد كيتندم مع الحال وكيقول يا ربي أجدرت، كيسول ماذا قال الفقه الإسلامي. كنقولوا الشريعة الإسلامية قالت لنا أن من أفطر في رمضان عمدا فعليه ليس القضاء، وإنما عليه الكفارة والقضاء جوج، يقضي ذلك اليوم ويكفر عن خطيئته. هذه الكفارة كتكون على الترتيب ماشي التخيير، الترتيب كيكون أولا عتق رقبة مؤمنة، لكن عتق الرقبة اليوم مبقاش، العبيد لم يعود في البلاد الإسلامية ولا في العالم برمة تقريبا، وقد يعود من يدري، لأن الحياة السياسية والصراع بين الحق والباطل دائما موجود، ممكن تنقلب المفاهيم ويعود الظلم وتعود الدكتاتورية ويعود الاستبداد ويعود الرق من جديد. الرق في أمريكا احتل العشرينات من القرن الماضي، ومازال الرق موجود في أمريكا، وسوق النخاسة ويباع ويشترى، يعني واحد 100 سنة كان مازال الأمر عادي جدا جدا، كان يعتبر بأول أن في إفريقيا الجنوبية والبيض والسود. المهم احنا الحمد لله في العالم الإسلامي ما كاينش الرقاب، لأن الشريعة الإسلامية هي هدفت منذ أن أنزلها الله تعالى أنها تنهي العلاقة مع الرق، مع العبودية، ولهذا ربنا شرع الكفارات. الكفارات معظمها عتق رقبة، عتق رقبة، عتق رقبة، كل عمل يترتب عليه كفارة إلا وربنا شرط وفرض عتق رقبة، هذا أول شيء. فإذا ما كانش عتق رقبة ماذا يفعل من أفطر في رمضان عمدا؟ عليه صيام شهرين متتابعين، لابد أن يصومهم متتابعين. لكن يقدر يقول الإنسان أني ما نقدرش، أنني صمت نهار واحد ولم أستطع أن أفطر، أن أتابع الصيام. هناك يقول العلماء إذا لم تستطع عليك إطعام 60 مسكينة، أنك غتجمع المال وتطعم به واحد 60 مسكين، وبذلك تكون بإذن الله تعالى من الذين ربنا سبحانه وتعالى غفر لهم، وإلا فأمرك إلى الله جل جلاله. الإفساد ديال الصيام عنده أسباب، اللي كيفسد الصيام
السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.